ان شعبان اللي احنا فيه ده اخطر من رمضان. اخطر من رمضان ازاي؟ شعبان هو موسم رفع الاعمال الى الله. يعني السنة اللي فاتت كلها بما فيها رمضان اللي فات بيترفع الايام دي الى الله. انت الوقت بتقفل السنة بتاعتك، اعمال سنة كاملة، صحيفة سنة كاملة سترفع الى الله. تخيل مليار مسلم هيترفع عليهم مليار صحيفة، انت صحيفتك هتروح فين؟ تخيل لو ربنا قبل منك عمل صالح واحد، تخيل لو طلعت الصحيفة وفيها ذنوب واتقفلت وما اتفتحتش الا يوم القيامة. لازم تلحق تصحح الصحيفة بتاعتك، لازم تلحق تتوب من الذنوب اللي فيها، لازم تلحق تعوض الاعمال الصالحة اللي رايحة منك. صلة الرحم لو رايحة منك الحق عوض، بر الجار لو رايح منك الحق عوض. ترفع الاعمال الى الله في شعبان، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان الاعمال ترفع الى الله في شعبان. لازم تسخن من شعبان عشان تنطلق في رمضان.